المواجهة إحنا على أساس نقدر ناخذ أكبر عدد ممكن، لأن عندنا من يوم 2 إلى 7 إحنا نتكلم عن 6 أيام صح؟ 2 3 4 5 6 و7 نتكلم عن 6 أيام على عد المتسابقين الموجودين، على أساس أن بناخذ المواجهة كرة اعتراف ممكن ناخذ على 2 3 باليوم. شوف المواجهة، المواجهة إيش هي؟ الحين المتسابقين اللي داخلين كلهم يعتبرون جدد صح؟ الجمهور لازم يتعرف عليهم. مدري إيش؟ يعني أنت عندك 6 أيام لابد أنك تركز الفوكس كاملاً. عندك فقرة المشايخ. من أنا؟ لي أشوف ما أحتاج أن الجمهور لازم يعرفه في قبل الحلو. يعني مش لازم الجمهور يكون معي في كل خطوة. لا. مثلاً في قبل الحلو. كيف؟ أنا ممكن يعرف عن طريق الرياليتي مثلاً. أوكي عندك رياليتي 6 أيام بيعيش فيها الشباب، بيتناقز، بيطلع، اللي بيكون هادي، اللي بيتكلم. خلاص تمام. بقية زد رصيده، كان عندي برنامج 30 أو 90 يوم. تمام. ما عندي مشكلة في الجمهور. ليش لازم أدخل الجمهور في كل شيء؟ كيف الجمهور يبي يشارك في تقييم المتسابقين وتأهلهم؟ لا تقييم لي على المعلومات الخاصة. المواجهة هي معلومات. أوكي إيش تخصص؟ شوف شوف المواجهة أنت تسأل أسئلة عامة بشكل عام، تمام؟ وتسأل أسئلة عن المتسابق بنفسه، وأحياناً بعض المتسابقين على سبيل المثال، مثلاً بعطيك مثال. في متسابقين عندهم تغريدات مثلاً بحساباتهم. جميل. مغرد يقول جميل. والله أنا ماني مؤيد البرامج الواقع. حلو. طيب تعال يا أحمد أنا أواجه. طيب. انت ما انت مؤيد البرامج الواقع، انت ليش دخلت؟ فممكن يقول والله هدفي بكون مشهور. طب اوكي مشهور وبعدين؟ طيب ايش الهدف اللي عندك؟ جواب بس شوف بقول لك الحاجه، هو مش مساله عناد صدق، ما احتاج اعرف الجواب ما دام انه دخل برنامج. هو دخل عندي البرنامج تمام. طيب. دخل برنامج اوكي، مش لازم انا اساله انت ليش تحب برامج الواقع، ليش انت اسالك سؤال سؤال. يعني انا وجهه نظري اشوف احتاج انه الجمهور يقيمه، مش يقيمه يعني مثلا. بعطيك مثال معلش، كثير من الناس في البرامج اللي راحت يجي يحكي لك قصة كذا مرة حزينة مثلا صارت عليه بغض النظر، والله كذا في فئة من الجمهور بموجب هالقصة يا عمري تعاطف. خل بالله لا لايك لا ما أبي أسأل سؤال، ألا تعتبر المواجهة كشف لعقلية المتسابق؟ لا بالطريقة التقليدية اللي أنا أشوف برامج الواقع. تعرف شخصيته؟ إحنا نتكلم الحين بالجوهر. شوف بقولك ليش. ها؟ كيف تعرف شخصيته؟ ممتاز. بس إذا نوعية الأسئلة تختلف، أنا ما أبغى بغير الأسئلة. أنا بس إذا المواجهة بغيرها بكذا بتكون مختلفة. ما في إشكالية، لكن أنا بسأل سؤال. أيوة. أحيانا حتى في المقابلات الوظيفية، أنت كيف تعرف عقلية الموظف عندك إلا بالأسئلة؟ حلو. خلال الأسئلة. ممتاز. مرة جميل. المواجهة أنا أشوف أنها مهمة جدا لكشف عقلية المتسابق، وعلى أساس الناس أنهم يعرفون إيش اللي هو بيسوي. إذا على حسب الأسئلة، إذا ما جاء أروح أسأل. لا لا أنا ما تكلمت عن التفاصيل، أنا أتكلم الجوهر العام أنها لابد أن تكون مواجهة. هو لازم تحب بعدها عشان يطلع لي. طيب بعدها طبعا حنا حتى في قبل الحلم تحصل 50 واحد في وقت واحد كلهم يسببون إزعاج. المواجهة لما أنا أحط الفوكس على متسابق والمتسابق اللي بعده واللي بعده، أنا جالس أسلط الضوء على واحد واحد، إن بعضهم يقول والله أنا ما أخذت فرصتي فيني أتكلم. من أنا؟ اللي هي المشاريع. طبعا إحنا مع بعدين نغير المسميات، بس الفكرة هي في إنه من أنا. مشاريع شو؟ أنا أبطلع أبتكلم عن نفسي. طيب وإيش وش تفرق عن المواجهة؟ إيش؟ وش تفرق عن المواجهة؟ المواجهة أنت اللي تحددها، أنت يا مقدم تحددها. حلو. لكن هنا أنت تكلم عن نفسك. ممتاز. بس أنا أريد معلوماتي بتطلع في المواجهة. إيش رأيك؟ يعني من المواجهة هي على 3 مراحل. تمام. المرحلة الأولى جانب شخصي، المرحلة الأولى جانب نخش في جانب الفكري، ثقافتك وما ثقافتك، المرحلة الثالثة وات ايفر اللي صارت. طيب انا ايش احتاج في من انا؟ ما دام ان انا عندي مواجهة ايش ابغى في من انا؟ بطلع اقول السلام عليكم، معك احمد عبد الرحيم، احب اكل الكبسة، واحب برضه ما راح يعرف نفسه بالطريقة الحلوة، وانا فنان وصوتي حلو وارحب ويانا، عرفت؟ ما شيء جديد. قد يكون مصور. فهمت قصدي؟ اللي سويناه ب شو اسمه خط النهاية. طيب انت فهمت قصدي يا ابو نال؟ انا فهمك بس بعطيك الجواب اكثر. ممكن يطلع فيها بزي خط النهايه اللي طلعنا فيها، هذه الاشياء مو شرط انه انا من انا بالشكل التقليدي اللي تكلمت عنه انت عبد الله. هو بيقدمها كذا، اذا انا لازم اقدم شيء جديد. هذه وجهه نظري. لا انا ريجكت. طيب المواجهه ترى انا ما اسال اقول احمد ايش تخصصك؟ احمد وين درست؟ احمد ما هي جزء من المواجهه. اطلع من الاسئله التقليديه. لا هي المواجهه في اني انا اسالك اسئله تكشف عقليتك. واحد. اثنين، فيما يخص من أنا، هذا مكان خاص فيك من أجل أنك تعطي الجمهور انطباع. معليش سويناها في الماراثون. وعن شخصيتك. يس. سويناها في الماراثون. طيب. اللي هي كمورة. انسايد مش عليكم. كمورة. وللأمانة طلعت تعريفات بدائية، ما حد يعني. لا وفي تعريفات ممتازة. لا مو كلهم. ما في حد عرف نفسه بطريقة حلوة. الأمانة أكون معك سريع. طيب. كل واحد بدأ يعرف
خارج السلك يغرد. والله انا والثانويه كنت في الثانويه والله وسكت السياره على وانا سوق 60 الحمد لله ما احب اسرع. المعلومات دي انا ما تفيدني ما احتاجها ما احتاجها منك. طيب انا احمد هنا هنا انت بتوصل للنقطه اللي احنا نبغى نوصل لها. من المتسابق اللي بيقدم نفسه بالشكل الجيد والعقليه الممتازه ومن اللي بيطلع بدور الضعيف؟ جميل وصلت؟ جميل جميل. فانت هنا لما انا اعطيك مسرح واقول المسرح قدامك والجمهور معك والكاميرا معك ومايك مفتوح، تفضل يا احمد قدم نفسك بالطريقه اللي انت تشوفها. معناته الدور انت قدمت نفسك بشيء بشكل سيء، عبد الله قدم نفسه بشكل واو جدا ممتاز. هنا بانت الفروقات ومن هو المتسابق المميز ومن المتسابق المميز. معناته كاعداد كاعداد لازم افرق المواجهه على من انا، اذا المواجهه ما ما يفرقون فيها جانب شخصي. طبيعي طبيعي اسلم بالضبط. يعني هنا انت اعطيت مساحه للمتسابق لمده دقيقتين ثلاث دقائق ايا يكون التوقيت والتفاصيل. هنا لا المواجهه، فالمواجهه لا موضوعها مختلف. أسنى. بعدين ندخل على موضوع المسابقه الثقافيه، المسابقه الثقافيه اللي من خلالها بيكون جمع النقاط. تمام؟ ويكون من خلالها برضو كمان كشف ثقافه المتسابق، ويكون من خلالها يعني ان النقاط انها تكون برضو كمان جزء من اليه تاهل المتسابق. طبعا راح نكون بالشكل العادي يعني المعتاد. طيب ما تحس فيه تقليد يا ابو نايف؟ اللي هو سؤال في شيء مكرر؟ ايش هو؟ يعني ليش ما نجيب حاجة مختلفة؟ يعني ليش لازم نحط مثلا مسابقة ثقافية ومواجهة ومن أنا على نفس الريتم؟ احنا ليش مش ليش ليش لبيه حياك الله يا ابو سعود. اي يا ليت تفضل. بسم الله اجيب لك بنادول عندي اللي كرت. شوف يا ابو سعود كنت ناقص شوي انه بتكون ابو نايف يقول لنا فقرات قبل الحلم بتكون المواجهة ثم مشروع من أنا. كان عندي اختلاف في وجهة نظر انه المواجهة هي بتطلع جزء من من أنا، فليش احط من انا وانا عندي المواجهه؟ فقال لا بنخلي المواجهه تكون طريقها مختلف شوي، بنخش في ادراكك ثقافتك شخصيه الشخص. قلنا اوكي برضو عندنا مسابقه ثقافيه. انا قاعد اقول الثلاثه هذه ليش احنا ما نحاول نبتكر شكل تعريفي جديد؟ يعني ليش انا امشي على هذا الريتم دائما في تصفيات؟ خليك من سؤالك تدور الدنيا. ناصر في دفه والله بس عادي. شوف يقلدني لابس صوره بنته. اوه الله يخليها لك ان شاء الله. والله ما عندي بنت كيوت انني اعزب طلعت كيوت. ودي اقول حق مين بس بيعصب علي ابو اقول حق مين؟ حق امك. خلاص طيب في فكره في فكره انا فاهم. اي انا ايش قصدي يا ابو سعود؟ قصدي ايش؟ انه الثلاث اشياء ذي شوف الثلاث اشياء هذه الثلاث اشياء انا اشوف انها صارت مكررة بشكل كبير. اتفق جدا في التعريف في مرة مكررة ما احتاجها. ممتاز. انا ليش كتبت النقاط يعني مثلا ليش ما اخلي المواجهة جرافيكس يجي اهدى اهدى. انا ليش كتبت النقاط هذه؟ كتبت النقاط كمسارات احنا نتناقش فيها. ليش احنا موجودين اليوم على الهواء؟ انا افضل نضيف مسار دائما كل هذه. هل هي تبرز شوف من انا؟ انا احبها كثير صراحة. من انا احبها بس المشكلة انها تطلع بشكل تقليدي احيانا. مو المشتركين مو عارفين يقدمونها بشكل كويس. يعني اليوم احنا نفتقد انه الشاب او المتقدم او المشترك ما ادري هل هي ثقافه عندنا. انا الاحظ الغرب يا اخي يعرف يتكلم عن نفسه، يعبر عن نفسه، عن هواياته طموحه. بس الشباب عندنا ما يا اخي طوال فقره من انا ما احثبت في راسي الاثنين او ثلاثه طوال مسيره الطلبه. صدقت صدقت صح. ففي في في جاب كثير في مساله. اسلم اسلم عبد الله اسلم. نظام راجل الحين هذا برضه بشيل هذا. اسلم عبد الله اسلم. لا عشان راجل والله عبد الله من اطيب. اي والله الله يسلمك. الله يعزك الله يطول عمرك. ايش ضحكت معك خلاص في الدنيا يا عيال. مدير مدير تربيه انا ما اشرب السكر. اسلم حبيب قلبي في ديتك. الفكره انه عندنا مشكله من انا بس ما زلت احبه ولازم اسويه. طيب في فكره ثانيه ممكن نبرز فيها وهي ترى فكره حلوه. كيف ان المتسابق او المشترك هل بشوفه متحدث ولا لا؟ هذا ترى اهم نقطه عندنا في برامج واقع. هل هو متحدث ولا لا؟ اذا كان متحدث بينجح بيعيش. طيب ايش الفكره؟ انا مع طرح مواضيع ناصر مش لازم جدليه. تمام نطرح موضوع كل واحد يتبنى وجهه نظر ولازم يكون عندهم خبر من اول يتناقشها. يعني مثلا خلينا نتناقش مثلا في مساله عشاء الضيوف هل لازم ذبيحه ولا مو ذبيحه؟ هل لازم تيس ولا خروف؟ هل لازم انك اذا جاك ضيف تعشيه ذبيحه ولا توديه مطعم؟ كل واحد يعطينا وجهه نظره فيما خلال خمس دقائق، واحد مع واحد ضد، لازم كل واحد يقنعنا بطريقته.
وقتها بتعرف هل هو قادر على إدارة النقاشات، هل هو جدلي، هل هو فعلا عنده سرعة بديهة، تكشف شخصيته. وهذه النقطة اللي ذكرتها قبل شوي، موضوع المواجهات هذه زي كذا تكشف عقلية المتسابق، فتبين لك فروقات المتسابقين. في 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 سعود في اختلاف الشخصيات، يعني في ناس متحدث بس يعني انه سيء. احمد انت الان بتعرض طق 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 الحاجتين، اول شيء بقابل مقدم المواجهة بيكون في صدام معك، تمام؟ هذا رقم واحد. ربما بعضهم يقول انا ما اقدر ارد على المقدم لانه مقدم وانا مشترك دي. اوكي، هذا المرحلة الاولى. في مرحلة ثانية تقابل خويك، أنا وياك على طاولة زي كذا أحمد، نتناقش مثلاً في موضوع الزواج عن حب، هل أنت مع أو ضد؟ نعم. أنا ما في لا يوجد حب، النص كله في لا يبدأ نقاش بينه وبينك. حلو. يصير في محاور ترتيب، تمام؟ ما يمنع يكون في ترتيب قبل، إنه كل واحد منهم يشوف هل هم قادرين على ترتيب أفكارهم، هل هم قادرين على طرح نقاشات. بيصير في نقاش عقلي حلو. يا سلام. تكتشف شخصيات معقدة. وأنا مع إضافتها. وأنا مع التجهيز المسبق لسبب. أحياناً لو تجيب مثلاً على سبيل المثال موضوع العشاء عند الضيوف. عشان ما يدخل بموضوع جدلية. لا لا أنا قصدي. أو موضوع تافه. يتخيل إن الاثنين يتفقون على رأي واحد. فيجلسون والله صح فعلاً. لا لا لا. لازم من قبل. أنا قصدي نعرف من قبل على أساس يكون في تصادمات في الآراء، كل واحد من يحاول يثبت رأيه وكل واحد يبين تفكيره وعقليته. أنا 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 ضد هذه. أنا حلوة الفكرة إذا أنا خليتهم الاثنين فجأة. سو يعني بمعنى صعبه فجاه لانه احمد دقيقه انه ربما انك تحط واحد ضد وما عنده ادله بيطلع بشكل بايخ. بغض النظر هي في الاخير اختبار لعقليتك، يعني اختبار المسابقة حتى طلع بشكل بايخ مشكلتك. لا انا يعني مع التحضير. ابى اقول لك ليش زي الحين نسال الجمهور ناصر نشوف ايش يقول. الان سالني ابو سعود، اسالني مثلا قل لي زواج عن حب. لا لا غير الموضوع لانه موضوع تافه. خلاص نغير الموضوع. هو يدور حل الموضوع. لا والله لا لانه فتح خلى العشاء. انا اقول لازم يبيح. انا طيب انا مع انا اقول لا انا ما عندي مشكله اجيب دجاج في الاخير انا بكرمك انت ببيتي ما عندي مشكله. كرامتي دجاج ايش مشكله؟ هل الدجاج اهانه؟ مو لحظه ايه اهانه اكيد ونعمة الله اذا العرف الموجود في المجتمع. صح. تمام جميل. جيتك تعطيني ذبيحه وانا يا بد دجاج جاي مقطع دجاج. انا ما اؤمن بالعرف، ما عندي مشكله. هل العرف ينقص فيني؟ إيه؟ لا ليه؟ هي العرف العرف يعني اني شخص صلى الله عليه وسلم يقول انه بعثت يكمل. لحظه انت تكلم عني يا كابتن. كابتن انا عاجز انك تجي تدافع عني. افتح المايك فهد. اول شيء تعجبني الحميه اللي فيك فهد تدافع عني وكل الاحوال البيضاء. شوف لكم النقاش. انا بالنسبه لي اشوف العادات والتقاليد مو اجبار. انا ما ودنا نكمل لكن هي الفكره كذا. بس انا ما ودنا نعرض متسابق اول مره يطلع على الشاشه. ترى الموضوع مش سهل يا احمد، انت تتكلم الان انك متعود على شاشات ومتابع برامج بس المشترك لسه ترى هذا ثاني ظهور له او اول يوم ظهور. في فكره لازم تاخذها في الاعتبار. حلو، في فكره بطرحها معك ومعكم تشوف ليه ما اخلي المتسابق لحاله ناصر يطرحون فكره المواجهه هذه ولا الافكار. انا جالس اقرا الهاشتاج الان ما بعد اطلع عليه بعد شوي. طيب تخيل معي يا ابو عبد الله هالشيء. تخيل معي انا في غرفه لحالي، الكاميرا قدامي، انا بهيئ البيئه والاتموسفير المتسابق. النجد ولا اقطع كلامك معلش عن طريق الهاشتاج. انا ضد التجديد الغير مدروس، اتركوا هويه رصيدك زي ما هي او يكون تجديد مدروس. لا لازم يكون في تجديد. لا لازم يكون في تجديد. انا مع التجديد. إيه لازم. طيب مثلا تخيل مثال هذه الكاميرا قدامي، انا بهيئ غرفه لها اجواء معينه بحيث انه يكون فيها ريلاكس والمتسابق يتكلم مع نفسه. مثال اعطيك مثال زي انا مره شفتها في احد المستشفيات شغال فيها انه جلسات نفسيه. اي والله ابغى تقول هذا نفسيه صراحه زي كذا. اي جلسات نفسيه فعلا بس انه بيطلع لي في خاطره. فتخيل معي يعني والله وسوسه. لا والله شوف قسم بالله وسوسه. انت احمد فكره من والله نفسيه دي. انا بعيشه في الاخير بعيشه. انا بوفر الاجواء. هي فكره في راسي حلوه. قلت تعال مكان وهيئه بريف حط كلمه انجليزيه عشان تقول واو فكره. لا والله ما لها دخل عبد الله. شوف شوف بقول لك حاجه انا مؤمن هي من انا بس فيها نفسيه شوي. بامن بحاجه هو يا انه انا اشطح واسوي شيء برضو انجليزيه شوف اوت اوف ذا بوكس خارج الصندوق او انه انا اصير مكرر بس اعدي عليه شويه تعديلات بس التكرار موجود. ايش رايك؟ وين اعتراضك احمد؟ فهمت؟ فانا قصدي اعتراضك وين بالضبط؟ انا اعتراضي وين؟ انا اعتراضي انت دائما تحب تلبس القبعه السوداء معرضه من اجل المعارضه. لا والله والله العظيم ابو عبد الله اسمع والله لا والله عبد الله لا بالعكس لا شيء جيد شيء جيد. انا قلت انا ان لم استطع في التصفيات اني انا اغير قوقعه التكرار في الافكار انا ما بطلع بشغل. بعطيك مثال ايش مشكله والله العظيم ايش مشكله المتسابقين دائما يجي يقول لك متذوق للشعر وعندي رياليتي. ايش المشكله؟ هي توحيد نوعية اللقاءات. طيب أنا لو سويت لقاء بطريقة مختلفة مش لازم أحط لجنة ثلاثة.
مش لازم مثلا تغيير. يعني اقول لك مثال، انا اعطيك الحين مثال. فالتشابه دائما يخلي نفس الشيء. يعني مثلا تخيل مثلا لو انا خليت اللجنه بيت الحكمه، لو انا خليت اللجنه شاشه، الله يجزاه خير طبعا، شاشه بدل ما هم قدامه احنا شاشه. كمثال شوف، انا بقول لك اللي في بالي، انا قصدي انه وتكرار نفس الشيء بيطلع نفس الناتج، نفس المنتوج. معلش تسمع مني، تسمع مني احمد ناصر، ترى ترتيب الافكار مهم. انا احس الان اول شيء اليوم اتفقنا انه مو بشرط تكون رئيسيه نناقش فيها الجمهور، الا احنا التفاصيل الداخليه فيما بعد نتناقش على اساس انه ما نضيع وقت المشاهدين. تمام، لكن انا عاده اتكلم ان في مرحله التصفيات في قوالب دائما لابد يكون تسليط الضوء فيها على المتسابق، على عقليه المتسابق، على تقديم المتسابق لنفسه من اجل قبل الحلم هو يعتبر تصفيات، من الجمهور راح يصوت لفلان والفلان والفلان الا لما يعرفون كويس. ماي رياليتي انه يطلع شخصيه، لا متى رياليتي، كيف ياخذ فرصه كافي. المتسابقين كلهم جايين متحمسين، كلهم جايين متحمسين، كل واحد بياكل الثاني، تعرف اسبوع واحد حتى. فلما انت تقسمهم على الفقرات انت جالس تعطي كل متسابق فرصته في انه يوضح عقليته تفكيره وما الى ذلك. تمام، فانا مع تغيير التفاصيل الداخليه ولكن مع القالب العام انه يكون مع او ضد. توافقون عليها ولا لا؟ الجمهور مع او ضد اللي هي الموضوع يطرح مع او ضد. فهمتك يس. الموضوع يطرح، موضوع يطرح ويكون في نقاش. قبل شوي تحمست انت، طرحت ان الموضوع قاعد تناقشنا من نص ساعه راح بالي بيت كمان. ايوه معنا مع فلاح ناصر، مع عبد الله فهد ضد. دقيقه ايش الموضوع؟ كنت اكلم والله تحسبني يقعد مع بس كذا اي واحد معه شوف هذا. طيب ايش تقول؟ طبعا انا مع بشرط، مع متى ما ضبطت المواضيع بشكل صحيح. تمام، هذا عندكم ترى فريق اعداد. اي انا اقصد اذا ما ضبطت المواضيع وحسينا ان النقاشات انها ما هي نقاشات مفيده ومثريه، ممكن ترى نكتفي بالفقرات الموجوده. طيب ناصر، احمد التغيير لمجرد التغيير بدون فكره كويسه، ليش اغير؟ احنا جالسين على الطاوله عشان نغير التغيير. هذا حل فكرتك قبل شوي ناصر. لا 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 ناصر، بيت الحكمه في قبل الحلم انا مع الغاء صراحه، نعطيهم فتره توقف. انا والله ضد. انا صح معك. ليش؟ خلهم يجددون انفسهم، يستعدون للموعد الجديد. مع يرتبون. انا مع التغيير. مع إيه؟ انا ضد ترتيب وقتهم مع لين يبدون الوقت الجديد. يعني نتكلم انهم في فتره الاداره الان الى يوم 30. 30 هو 30 ولا 31؟ واحد التوقف. لا الشهر واحد. الشهر هذا 30 متاكد؟ يس خليني اتاكد برضه كمان. لا انا متاكد ان شهر نوفمبر انه 30 شهر نوفمبر 30 30. احنا بنتكلم برضه في فقرات تقصيدك ولا بس قبل الحلم؟ لا خلينا الحين نوقف. يعني شوف عد الوقت ناصر. يعني بيت الحكمه طيب يوقف. طيب عندنا قبل الحلم يبدون من الساعه 7 ياخذون فرصتهم كامله. لا 7 الى 8 يكون فقره غيم. اوكي ممتاز. ايه اسلم هي. من 8 الى 3 فقره اللي تكون قبل الحلم. غيمه يبي يكون من 7 الى 8 مساء. بعدين بدايه المتسابقين بيكونون من 8. غيمه ما راح تكون كل يوم، نشوف. اي لا لا احنا بنرتب لها اليه لموضوع الاصطفات. من 9 الى 3 تبي تكون قبل الحلم مع المتسابقين. احنا نتكلم من 9 الى 10 11 12 1 2 3 نتكلم عن 6 ساعات. 6 ساعات المسابقه بتاخذ 45 دقيقه تقريبا. المشاريع ممكن نص ساعه. المواجهه ممكن ناخذ فيها ساعه. يعني احنا نتكلم مجموع الفقرات ممكن نوصل ساعه ونص. فعندهم تقريبا 4 ساعات ونص ترى متاحه لهم بالريالتي. يعني كل يوم 3 متسابقين ترى. من انا بيكونون كل يوم 3 متسابقين. لما نتكلم عن 3 دقائق الى 5 دقائق بالكثير نتكلم عن ربع ساعه. يا اخي هذه ماني مقتنع بها. ايش هي؟ من المتسابق يتكلم عن نفسه في 3 دقائق. الله اكبر. ثانك يو. ابريشيت. كيف اعرف؟ اولا هو عندك احد امرين، يا يجيك شخص مفوه ياخذ اكثر من وقته، يجيك شخص ما يعرف يتكلم. طب انت تقدر نفس النقطه اللي قلتها احمد اليوم. انت قلت جهز نفسك. يا اخي انا احتاج اعرف انت متكلم ولا لا. ما انا اقول لك انا سويناها في كموره وما حد قدم. يطلع كذا يقول انا والله كنت في الثانويه والله صدمت، بعد ما صدمت والله اني انا صرت كفو. احمد دقيقه. طب هنا يبين لك عقلية. انت في الاعداد فشلت في تجهيز المتسابق. انا ليش اجهز ويقول له عنه؟ انا اقول له ايش تقول؟ ما انت تتكلم اليوم عن متسابق تمام يحتاج الى توجيه لان في ظهوره الاول التلفزيوني اكيد في رهبه كاميرا. لابد طبيعي. لا انا ودي اوجه وجهنا. لا لا كلام غلط. انا بقدر اوجه في كل شيء لان في يتكلم عن نفسه. انه يتكلم عن نفسه. لا لا بس تعطيه مؤشرات او طريقه للتحديث عن نفسه.
ممكن توجه. صح. التوجيه سهل، لكن اليوم لازم انت تعرف انا احتاج اوجه يتكلم عن نفسه كيف. إيه؟ إيه؟ انا كيف اعرف اصلا شيء عن نفسي؟ طريقه التحدث عن نفسي هي مهاره يا فهد، مهاره ممكن يتعلمها فهد. ما تكتسب في يوم فهد، تكتسب في الان. اليوم ليش احنا سوينا برنامج الاداره؟ ما تكتسب في يوم. اليوم اليوم لحظه، اليوم وضوح برنامج الاداره معناته اليوم يا متسابق اذا دخلت قبل الحلم ترى عندك فقره من انا لازم تكون مستعد. طيب اذا احمد احمد معلش اعطيني لحظه اسلم. احنا يا فهد في مقابلات المتسابقين لو ما كان متسابق يتكلم عن نفسه ما كان قبلناه. لا فانت لما تتكلم عن نفسك لا لا بوصل بوصلك من لا عشان ما نقيس اصلا المتسابقين. طيب بعضهم يا ناصر انت تسحب الكلام من السحب ونقبله. ليش تقبله؟ شخصيته حلوه لانك حسيت انها شخصيه مناسبه لريالتي. هنا انت صدرتها للشاشه وصار القرار اول واخير عند الجمهور ان كانت شخصيته مناسبه او لا. يعني مش مقياس انه يتحدث عن نفسه. لا بس لابد انه يتحدث عن نفسه. ليش لابد؟ لان هنا انت اول حاجه تطلع الفروقات ما بين عقلياتهم، من هو الشخص المتحدث، من هو الشخص اللي عنده هدف، من الشخص اللي عنده رساله. في النهايه ترى ثلاث دقائق يعني ايش المشكله في اني اخذ ثلاث دقائق لكل متسابق يتكلم عن نفسه في ست ساعات؟ انا بعلم يعرفونها الجمهور بشكل جيد. انا اعلم الان في برنامج الاستديو بعضهم ما اكمل دقيقه ونصف، دقيقه ونصف حديث عن النفس. يعني معقول ان تاريخ كلك تشمل حطه في دقيقه ونصف؟ هي مثلا مش بيده انا ما اعرف اتكلم عن نفسي. عشان كذا انا قلت ايش هذه الاشياء. انا ممكن جيد في الحديث عن اي شيء الا عن نفسي. هذه الاشياء تثبتها الرياليتي ضد من انا، مش رياليتي في التصفيات. انا ضد اني احط فقط دي في التصفيات واظلم متسابق. ليش ما اخلي الرياليتي في زد رصيدك يكشف هالاشياء في اختلاف العقليات؟ مش الرياليتي في زد رصيدك بعد، مو مقياس. شوف احنا ما هو بما يعني اما حبه ولا برك، مو منطقي اني بدخل اصلا مغطى زد رصيدك. انا اعرف الرياليتي اللي في قبل الحين. صدقني نصف ساعه انا متاكد والجمهور هذا الجمهور الكاميرا الدنيا الناس كلهم صار واعيين، في وعي انه انا اعرف هذا على الشاشه بيأدي ولا ما يأدي. والله لو يقول 20 دقيقه 20 دقيقه من دون ما انا، لو 10 دقائق لو دخل قال السلام عليكم جماعه انا بعرف. بوصل لكم حاجه، من انا احيانا المتسابقين لما يكونوا كلهم مندفعين وكلهم متحمسين يمكن ما اخذ فرصه فيني اتكلم. لكن كيف هنا يبان القوي من الضعيف؟ هنا يبان القوي من الضعيف، يبان القوي من الضعيف في جانب، والجانب الثاني في انه يتكلم عن نفسه. هنا يبان القوي من الضعيف. ما تفرق معي، فيه جوانب هنا وفي جوانب هنا. الصراحه معليش يا شباب اعذروني، احس ان طولنا جدا بالنقاش، وهي المساله كلها ثلاث دقائق في ست ساعات. ست ساعات نحن جالسين نتناقش في ثلاث دقائق. مهم انا اشوف انها مهمه جدا. انا ارى انها مهمه جدا. انا مع انها مهمه جدا. احيانا بعض الدخوليات وبعض الفقرات اللي يتكلم فيها المتسابق عن نفسه من مواسم ماضيه، وانا عاشرت من زد رصيدك ثلاثه الى اللحظه هذه، اتذكر بعض المتابعين كيف قدم نفسه بشكل جيد. قاعدين يتداولونها بعد المقاطع. المقاطع لا زالوا يتداولونها. فهد يوم دخل، فهد دخولي كنت يوم دخلت. هاي تفرق، هاي مو من انا. انا كملي بحضر لها. كيف؟ لا تعتبر. بس هذا التحضير اللي احنا نتكلم عنه المتابعين. بس يبين فهد عن غيره. انا بدايه ان عرفتكم. احتاج اعرف من غيره، احتاج واحد شخص قادر على تبين لك المشترك اللي عنده موهبه او طلاقه. قدرات بالعكس انا راح استفيد جدا منه. في ناس سبحان الله يا ابو سعود يصير عنده طلاقه وقدرات في من انا ابو عبد الله بس المباراه مسك شيء. في ناس يطلع عنده طلاقه وحضور ومع ذلك يخذلك في الرياليتي، يخذلك في الحضور. لا ما راح يخذلك، من استطاع ان يعبر عن نفسه بقدرات ما راح يخذلك. طيب احمد انت تقول كموره وانه الشباب ما كم واحد طلع قصه حلوه من الشباب؟ كم واحد برز صار حد وصاروا كويسين؟ ما تابعني رجال. طيب ناصر المحور اللي بعده، ناصر خلصتوا قبل الحلم ولا باقي؟ غلا حلوه فكره طرح الموضوع والنقاش فيه، واحلى لو كان فجاه لانه يوضح اكثر شخصيه المتسابق وامكانياته وعقلياته اذا كانت محدوده او لا. طبعا انا اختلف جمله وتفصيلا مع غلا لان الترتيب المسبق هو اللي طلع المتسابق. الترتيب المسبق والتحضير الجيد هو اللي طلع المتسابق بصوره جيده. انا ابغى يطلع كذا. انا مع التحضير. صح. انا مع التجهيز. صح. انا مع التجهيز. احيانا العشوائيه ممكن تدخل في جدار. بالعكس انا اشوف انه حلو ان في فقره يتكلمون عن انفسهم، خصوصا اللي في قبل الحلم، لان هذا اول ظهور له عكس المتسابقين في ماراثون موني من سلطنه عمان، وتحيه لاهلنا في سلطنه عمان. شوفوا لنا افكار احمد جميله، لابد ان التنفيذ يكون ابداعي. ثانك يو. يلا هذا شكله انت مغرد من حسابك. ايوه انا شفتك شوي. طيب انا اشوف ان نكتفي بهالقدر هذا. طبعا احنا عندنا بس النقطه الاخيره ودنا نتناقش فيها، موضوع المسابقة الثقافية. المسابقة الثقافية يكون من خلالها جمع النقاط وتبين ثقافة المتسابق، النقاط اللي هو ممكن راح يكسبها، اللي ممكن انها تكون فيه رصيد خفي، او ممكن نتناقش على فكرة
بداية الفقرة اليوم تناقشنا على أن كل متسابق كله 3000، لكن السؤال الجرافيكي بيكون بهالطريقة هذه، التايمر بيكون 60 ثانية والقيمة ممكن تكون 300 ريال رصيدي، والسؤال يكون من أفضل واحد هنا، والخيارات ناصر أو ناصر بيكون فردي أو ناصر بيكون فردي. أول مرة يمر عليه السؤال كل إجاباته غلط. صح ولا إجابة صحيح؟ لا لأن هل عندك مشكلة بالثقافة؟ سعود وينه؟ هو السؤال صحيح. حط سعود كذا صغير. يعني كلها غلط. كلها غلط؟ طيب معلش خسرت 300. هل ممكن أقول شيء؟ سم برضو عند مسابقة ثقافية مكررة. احس انه برضه. طيب شكرا على رايك. لا لا عبد الله، عبد الله والله صدق برضه الثقافه المسابقه الثقافيه. معليش انا حتى معليش قاعد اشوف سبحان الله نحط حتى ايش بتحط نوعيه الاسئله مثلا في ناس سبحان الله يعرف يكون كويس ممتاز بس معليش ثقافته في جانب معين في الجغرافيا في التاريخ او في حاجه معينه بس البقيه عادي. ليش برضه اظلم واحد في موضوع نقاط في مسابقة مع اختلاف ثقافات؟ كيف نجمع نقاط؟ يلا تفضل. نسوي حاجة جديدة بعيدا عن عطني التكنيك. يلا ايش الجديدة؟ انا قاعد بفكر الحين. عادي عادي فيكم ما في مشكلة. لا حطك بغرفة مظلم عليك كبس الاكباس وخليه يسولف. والله ايش يقول ما ندري. يعني انا ليش احط الفقرة هذه مثلا مسابقة ثقافية والثقافة تختلف من شخص لشخص تختلف من شخص لآخر؟ بغض النظر يعني لو واحد مش مثقف ما يعرف شيء انا اسئلة متوسطة يقدرون عليها كلهم. اطلعه برضه بشكل غير حلو مثل المواجهة؟ يا احمد ممكن تكون اسئله متوسطه صح ولا لا؟ فهمت قصدي؟ عطني ايش الجديد؟ ما في اشكاليه عادي. عادي اذا ثقافتك ضعيفه خلاص انت ثقافتك ضعيفه عادي ما في مشكله. هذا جانب من جمع النقاط ولكن لا يعني جمع نقاطه هو تاهله الى البرنامج مباشره. ليش ما اخلي بدال مسابقه ثقافيه فقره وش بتقدم؟ لا ما نفس الدوارة لا ما خرج من الدوارة من الكلام. لا وين اسمك احبش قراني احمد جاي قراني اني انا لك بكر خرج كل شيء بعترض في الاخير. لا والله دقيقه والله ما تطلع الحين انت جاي تقول انا ضد المواجهه انا ناصر تقول لي بس افهم 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 والله دقيقه افهمني في افهم انا في وجهي. يلا يلا انا في وجهك يا فهد. يلا يلا ما رسول الله حيا الله في الاخير جاء قال وش بتقول ماذا انا وانت وش قلنا انت لك ساعه مع السلامه. لا انا والله مضبط من انا لكن فكره انك تلغي مسابقه ثقافيه غلط لسبب. اذا كان ما عندك ثقافه عامه انت بشكل عام سواء عن 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 عن, عن بلدك او عن او عن التاريخ او عن الشعر او عن الرياضي ثقافه عامه فعلى اي اساس انت بتطلع الشاشه؟ ايش بتقول للناس؟ هذه نقطه. النقطة الثانية من غير المنطقي اني ابفك المتسابقين على وجيههم رياليتي 6 ساعات بس خلهم فقرات يجمعوا فيها نقاط يكسون عقلياتهم عشان نكون يعني نحط